مباشره مباغته مشات داخل منطقه او المؤطره داخل المرمى، لم يتمكن نادر المياغري من ابعادها، كانت صعيبه 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 على نادر المياغري ودخلت للمرمى 1-0. هذه دخلت بالقوه، دخلت بالقوه، وكانت هدف لصالح فريق شباب الريف الحسيم عمر ديوب. فرحه لا توصف، فرحه لا توصف، فرحه لا توصف، وبالتالي 1-0 صراع شباب الريف الحسيمي يتقدم على الوداد الرياض. كانت صعيبه يا نادر المياغري.